ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تشوفوا هنا يعني راني في المدخل ديال السوق، سوق الشملة مدينة بركان، اللي غادي ندير واحد الجولة لداخل، غادي نمشي نشوف الأسعار ومن عند الفلاحة يعني فين وصل الأسعار، واش كاين شي انخفاض في الأسعار ولا ما كاينش، لأن كيقولوا دير انخفضت شوية الأسعار، وإنما البطاطا والبصلة هي اللي باقية غالية لحد الآن. بطاطا مع هذا الوقت البرودة والشتاء اللي كتصب مازال ما حفروش هنا تقريبا مدينة بركان، والبطاطا باقية غالية، راه تقريبا وصلت حتى 7 دراهم بالجملة، 7 ونص هي، والبصلة اللي راه دير 10 دراهم. إن شاء الله غادي ندخلوا للسوق وندير واحد الدورة لداخل، واحد الجولة، ونشوفوا الأسعار مع الناس اللي كيبيعوا تما، مع الجمالة، مع العمال اللي كيخدموا تما إن شاء الله بحول الله. خليكم مع الفيديو. كما تشوفوا الحالة ديال السوق كي دايره هنايا، نرون هاد السوق هذا، راه خصو نورمالمون يتصاوب هاد السوق هذا اللي كتشوف الحالة واعرة، يعني الغيوسات يعني ما كانش يعني انسان بصعوبة باش تدخل هاد السوق. انا الصراحة في هاد السوق، سوق الجملة ديال الخضرة كارثة والله، إلا كارثة هنا كيما راكم تشوفوا هنايا، كلشي مغيس، صعيب باش تدخل هنايا، خصك واحد البوط باش تدخل هنا باش تسلك راسك في هاد بلاصة الخضرة هادي. شحال دار الحرارة؟ الفلفلة مازال غالية، 10 دراهم، 10 دراهم، 10 دراهم، ما عطيتش عليها هودي شوية السوق ديالها، هودي تياك، واه شوية هودي السوق ديالها، الفلفلة ها هي، شحال دارت بالجملة الحرارة؟ شحال دارت بالجملة؟ لا 10 دراهم، 10 دراهم، باقي غالية، باقي غالية، هو باقي غالية، باقي السوق ديالها غالية، بعد ما هودش البطاطا والبصلة هي اللي راهم مغليين هادشي هذا، هي شادة السوق. وهي اللي شاده سوق البطاطا والبصلة، هما اللي شادين هذا السوق هذا. الفلفلة باقية في الحر، في الحر باقية في الثمن ديالها 6 دراهم. 6 دراهم. 6 دراهم. الخيار ها هو باقي في الثمن ديالها 6 دراهم. الخيار. الخيار باقي في 6 دراهم. باقي في 6 دراهم. ماطيش 16 15 14. سمعت هودت. هودت شوية هي مزيان. ماطيش هودت مليح مزيان. مزيان. هنا والمعلم زين والحقره باقيه شويه، الحقره باقيه شويه، الحقره باقيه، عندنا المالك زين، عندنا البلاد زينه ان شاء الله بحول الله، الحقره باقيه شويه ان شاء الله، غادي تو الثمن ان شاء الله، نطلبوا الله المسؤولين هما اللي يحكموا الناس، الله ينصر سيدنا، والبلاد زينه، المغرب زين، صعدنا الحقره في البلاد، غير ما تيش اللي هود تقول لي مازال غير ما تيش اللي هود ان شاء الله، البطاطا والبصله باقيه غاليين ان شاء الله، البطاطا والبصله باقيه ان شاء الله، اللي هود ما تيش 14000 14 13 ونص راه هود ترى مزيان، ها هي 12000 مزيان، هو راه مزيان 12000 هذه زورني شور اللي ما بغاش يطلع كاع، شور اللي ما كانش اللي يهضر عليه كاع، كاش اللي يهضر عليه؟ والو كاش اللي يهضر على الجورني، يهضروا على كيف ولا اي حاجه يهضروا عليها، بصح الجورني ما يهضروش عليه، قول له بحال هذه الشاحنه كترجى ب 400000 فيديو، بحال هذه الشاحنه كترجى ب 400000 فيديو، كتجي ب 400 فيديو، كترجى ب 400000 فيديو، 400 هنا ب 1000 درهم، باش كان فيه كترجى فكادير ب 4000 400 باش توصل هنا، راه مشكله باش توصل، واه هنايا كنخوها ب 100000، نطلبوا لهاد المسؤولين يهضروا على هذا، ان شاء الله بحول ان شاء الله، ضعفاء ان شاء الله بحول الله، ضعفاء ونطلبوا الله يوتيها من عنده. امين. ان شاء الله ان شاء الله. نطلبوا الله يوتيها من عنده. ان شاء الله بحول الله. وبركانه من التصدير خصنا احنا اللي يكفينا. وبركان راه معروف في المغرب تقريبا هو اللي كيصدر الخضره الكل تقريبا من جماعه. افريقيا دابا احنا محتاجين الخضره وهما كيصدروا. كيصدروا. خصهم يكفيونا احنا بعدا. احنا الاكتفاء الذاتي خص يكون الاكتفاء الذاتي ديالنا احنا الاول، احنا الاول. احنا عادي يدخروا ويصدروا. ان شاء الله. ان شاء الله بحول الله. ونطلبوا الله المسؤولين يطلبوا شويه البالا والصابا. ان شاء الله بحول الله. البالا والصابا هما اللي غادي هما اللي يروجوا يقولوا له. يطلبوا البني العشوائي. نعم. ان شاء الله بحول الله. الناس يعني بس البالا والصابات تكون. طيب شكون اللي ياكل هذا الشيء ديال هذا الماطيشة الحر والفلفلة؟ ياكلها الشوماري. الشوماري. والدومالي ما ياكلش كاع حد كيقول. الفلاح هو اللي ياكل عصا والشوماري. خلينا واحد النقطة. خلي الناس من هذا. هذا الفلاح الكبار. تكرش الحرام الكبار. شتي بغا يقتلوه؟ بغا يقتلوا الفلاح الصغير. الصغير الصغير واه. الواقع. وكعلاش باش السلعه ديالو ما تنقول حنا السلعه ديالو كتخرج كتخرج الصغير، علاش سمح لي لا الصغير، علاش لا الصغير هو كيوصل التور ديالنا ما يحتوهش بصح، هو كيوصل التور ديال الفلاح الكبير تلقوا له الساكي 24 ساعه 24 ساعه واش تكنا هذه، علاش الفلاح الصغير هذا سي كمال، سمح لي هذا سي كمال، هذا سي كمال نيشان
الفلاح الكبار ويهرسوا الفلاح الصغار. ويهرسوها. ان شاء الله بحول الله. واش تطلبوا هاد؟ هاد. واش غادي نقولوا حنا نطلبوا واحد الماتع؟ الله يسر الحال. امين امين. وشوف وكل شيء بالله قرب. ان شاء الله بحول الله. الله العافية. ان شاء الله. واش غادي نقول لك؟ الخدمة الجورني ناقص والغلا. بطاطا 160 ماتشات 28000 والمسكين فيها يمشي راه الجورني ناقص الجورني خلو خصو يطلع راه قتلونا ضعفونا ضعفونا هذا كاري هذا مجوج عنده جوج وليدات هذا مسكين عنده جوج وليدات فتحي سعيد عنده مسكين ولد المراه ما كايناش بغات تجوج ما كان باش يتزوج الغلا عمي الغلا قتلونا قتلونا ايه هضروا شويه نقصوا علينا شويه هذا خنوش طيبنا على خنوش اه ويديروا لنا الخدمه الدراويش المغاربه كلهم هذه الحمامه طيرتنا حنا نعرفوا سيدنا ما نعرفوش خنوش لا واش خالي ها المليح ها انت تشوف ها انت تشوف برع بالك برع له بالك زيد واحد بالك ها زيد الخير تاع اللي ماشي كانت غاليه راه ودات اليوم شويه راه ودات ودات 16000 الحمد لله مليح هاك 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 الله يمرسول الحق هذاك ما طايش الله الله يخط الحق تخش الحرام هاك 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 ياك المغرب في الشوحة كلش حرام لي كالي المغرب ها الحمد لله هاتي قست هاتي قست راه كلش هادو راه لاباس عليهم راه اللي عنده فيلا ديال 200 كل فخامة شحال دارت الخضرة هاد اللفت هذا غالي اللفت داير 4 دراهم 4 دراهم والحرور الأحمر هذاك 10 دراهم 10 دراهم الليم 5 دراهم 5 دراهم زيد باربا باربا 4 درهم الشهر شحال دارت الشهر؟ الشهر 20 20 20 درهم جملة اوتوك صورة زرو ديال 4 درهم خيزو 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 زيدوا لنا الماتيشات دوكا اللي يقول لهم الماتيشات شحال راه يدير لهم معليش الماتيشات راه كاين كل واحد كاين اللي يبيع 17 كاين اللي يبيع 12 الفلفل باقي غالي الفلفل 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 باقي غالي الفلفل راه فيه جوج انواع كاين كاين اللي يدير شحال 10 كاين 10 كاين 12 كاين صافي شحال بطاطا شحال وصلت؟ كوجيت بطاطا راهي هي محمد صافي هذه منياتو حمراء واه هذيك منياتو منياتو شحال دارت؟ 6 دراهم 6 دراهم زيد واش تاخر؟ حميد هو كما سمعتوا من عند هذوك العمال هذوك الحرور باقي يدير 10 دراهم حتى 11 درهم على حسب الجوده هذه بالجمله هذه بالجمله لان باقي هو غالي والبصله وبطاطا واحد الدلال هما اللي غاليين ماتيشا راه هو السوق ديالها ماتيشا انا اختي هنايا برانيه كدير دير بالجمله 5 دراهم 4 دراهم 6 دراهم بالجمله حتى هي تقريبا الخضر الاخرين تقريبا يعني متساويه يعني ماشي شي ثمن غالي وانما ثلاثه الحوايج هما اللي للاساس عليهم هي البطاطا والبصله والحر هما اللي مغاليين هذوك بزاف تقريبا كما كتشوفوا هنا الخضره الحرور الثاب الحرور الاحمر حتى هو راه كيدير حتى هو 10 درهم 10 درهم بالجمله هذه بالجمله لان باقيين غاليين اما الخضر الاخرين يعني مساويه يعني ماشي شي غلا عام كما كنا ديهم تقريبا من قبل كما كتشوفوا هذا هما انواع ديال الخضر هنا تقريبا بركان راه معروف على الصعيد الاقليمي بركان المغرب الشرقي كامل كيتقدا هنا من بركان لان اكبر سوق في بركان هو هذا الجمله اللي كيتقداو به تقريبا كاع الاقليم اي مدينه في المغرب الشرقي كتجي هنايا كتجي لها من المدينه ديال بركان اللي كيتقداو به ان شاء الله يكون خير منا اليوم شحال دار القرنع شحال دار القرنع القرنع شحال دار شحال القرنع القرنع شحال دار 7 درهم باش تعرف الثمن فيديو؟ ها هو فيديو 7 درهم 50 دروس 50 واللفت شحال دارت 4 درهم 4 درهم 7 ونصف بنات بنات فين البنات؟ الليم درع 6 ونصف غير بطاطا اللي باقيه تقريبا غاليه تبارك الله على السي ديال المصور ديالنا راك داير مليح حتى هو كان ما كاش ليك الحوا ثلاث من راه في المتناول الجمع الحمد لله راه مع السوق مع السوق غادي معاه
الحمد لله. ايوا ودي الحمد لله خويا. بالنسبه لسوق الجمله هنا الحمد لله يعني الامور ميسره، يعني حتى الاثمنه كتناسب يعني. انا راه كتخاف شويه الاثمنه. بالنسبه للبطاطا باقيه غاليه غير مع ما شتا الجو شو شتا كاين الكتوش وصافي، ولكن الحمد لله منها هكا واحد السيمانه ولا زوج لا ان شاء الله الامور بخير. ولا ان شاء الله بخير. الله يسر ان شاء الله. وخصنا شي توبه ربانيه ان شاء الله. ان شاء الله باش الله يكثر لنا الخير ان شاء الله. امين امين. الاثمنه ديال القرنيع شحال دار القرنيع؟ ديال القرنيع 140 140 جمله الجملة والشيفلو الشيفلو 90 هي كذب اخويا كذب ماشي هذا الثمن اللي كيقول 50 ماشي هذا الثمن اللي كيقول الكرعة 150 150 البطاطا 140 البطاطا راه مع الشتا هذا الناس راه ما لقطوش اليوم راه البنان 150 دورو اللفت 140 يكذب اخويا الثمن راه غير دوزيام. واه دوزيام هذا ياك. هذا شحال دار هذا؟ 50 هذا كيف كيف واه انت هذا بحال بحال ياك بحال هذا مزيان واللي بغيت تعرف بوحدي واه اللي بحال دار لي 70 اللي 70